يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زباله. وناجي حبيبي. ايه يا عم حبيبي؟ حبيبي حماده وحشني يا زباله. ايه يا ناجي؟ الله، انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت خوف. خوف رعب. جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي ايدي والله. ده حقيقي يا عيني. ايوه كده. اعمل ايه بس يا حماده؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم انك احمد ربنا يا عم، انت واقف على رجلك في غيرك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من اللي قاعده على الارصفه. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. ها؟ نكدت عليا. يا عم دي وظيفه الصديق بقى ما انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت ابن حلال مصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه، اسمع مني، انا هرشها. ماشي. للدرجه دي حلوه؟ مبهره مبهره. الريعه دي يا ناجي، انت جايبها من تحت بطنك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه ايه؟ ايه بقى؟ ملائكي. تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا اذا زي يا سيدي مش عارف اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. او نوسع نفس اليوم. تعرف نفس اليوم والله يا نفس اليوم. يلا صباح الفل. يا راجل بقى صدق، على فكره البنات كان عندها حق، انت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الازازه المعفنه. كنت فين النهارده انت؟ كنت فين؟ اللي انت بتعمليه ده على المسا ده وعلى الارض ده. انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت؟ انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني، انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله، اقعد اقعد، ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش، بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خلاص تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيها قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه وكلاب. ايوه بالظبط لسه وكلاب، عارفه. برافو عليك. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. عشان بقى ايه؟ تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن، هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي سفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رايك ولا فيها اي حاجه زياده عني؟ إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة. نورماندي تو، ترابتا تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ بصي بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي. بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيه؟ شحال ما كانش مقرب تحبنا من 28 سنة. ما أنا ديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط. يا منى، وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين عواطلية، مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما إحنا قاعدين فاضيين. الله يرحم أيام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونة وتقف على البلاعة عشان تشوفني. أقف على البلاعة على ديلي بقى ولا هعمل على عبلك شنبات أنا؟ أقول بقى كده، قول اللي أنت عايز تحلاني. ما مش مركب معزة جنب أنا أحلها. تمام، اللي أنت شايفه يا حمادة أعمله. صلى على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. شفتي فجأة؟ بصي فجأة. اللهم صل عليك يا نبي. والله وبور بتاع نجيلة فجأة اتحولتي. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ سمية يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العسل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة. بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملاهولك. ماشي يا ست. يلا أنا هاخد الفروج وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة. يلا لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجنبك بجنبك. بقول لك الحزب البيت هيقع. الله يكرمك. الحزب بقى خرجني. ضاعي بالجنب اهو. يلا سكي.
اه يا جرح. فاضي يا اسطى؟ لا والله مستني فوق يا باني. مؤاخذه يا باشا، ده لبنان يا اسطى ولا العراق يا ريس؟ معلش في عطل في العربيه. بس ابو زهره حبيبها مقفوله مواليد. سميحه وصباح وخالد واحمد واكرامي وهند وفاطمه عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد لله.